الأحزاب السياسية التمادين مكونة من دونك بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الرئيس. تم التوصل بجميع الاحزاب السياسيه من المقترح ديالو الاحزاب السياسيه 80 ديالي في كلمه ما تجاوبتش على الحق ديالي في كلمه. انا ما جاوبتكش انايا انا ما جاوبتكش خليني غير نتكلم. لا خصكم تصبروا خاصكم تصبروا سيدي الرئيس. حط نظام سيدي الرئيس. الله يخليكم يكمل المداخله ديالو. بقات لي 30 ثانيه حتى تضافون عندكم مداخله. قاس النواب والنائبات ديما في ماقرش من جدول الاعمال اعطت اشارات ان هذا القانون الداخلي تقع عليه حكم كل الاتفاق تقاطع احكام انه في اللجان كانت عليه ركيك. دابا تتعاود نفس السياق ديال الاقصاء ديال سميتو. غير اللي بغيت نفهم انا واش الناس اللي كتجي ما كتحضرش ثلاثه ديال الحصص في اللجنه وكتجي كطلب منا هنايا ناجلو التصويت على هذا ولا التنقيح ديالو ودازت ثلاثة الحصص. ثانيا من الناحية الشرعية اللي كيقولها السادة والسيدات موظف المقاطعة في الشوق الجزء الإعلامي والمجتمع المدني كل واحد باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله. السيد مدير سيد العمل السيد القائد إخواني أخواتي أعضاء المجلس الحضور الكريم كل باسمه وصفته. أنا في الحقيقة هذا الموضوع اللي هو موضوع أصبح مهم ولما كنستمعوا الحلول ديالو كيبان بأنه أسهل ما يمكن الوجه له الحل. اليوم كنبداو الجلسة ديالنا. كتقولوا بأن حنا كنا عندنا المصلحة العامة، فعلا عندنا المصلحة العامة، ولكن بيني وبينكم ما بانش لي فهاد النقطة، راه نقطة حساسة وحساسة بقوة. إذا كنا غنبداو غادي ندوا الفلسفة ديال أننا عندنا مصلحة عامة وهي مصلحة عامة حقيقية وما تبنيناهاش وما عطيناش حقها في اللجنة وما عطيناش اقتراحات وما ضبطناهاش وما مشيناش في إطار التدبير التنسيق الحقيقي اللي كاين. إذا كيف يقال كيف يقال أنا نقول تمادى ونقول تعالى ونبقاو نعطيو الفلسفة الحقيقية إذا كنت مشيت أمام الساكنة وأمام الرأي العام. الله يخليكم يجب ضبط الكلام بالفعل ضبط الكلام بالفعل. إذن للأسف أن النقطة ناقشت في اللجنة ولكن ناقشت باللجنة الناس اللي عندهم مصلحة عامة حضروا في اللجنة وناقشوا بقوة وبغيرة ومن قلبهم لأنهم قلب الساكنة وعندهم حس ديال الساكنة من خلال الخرجات ديالنا اللي الساكنة كتألم الساكن الأطفال كتبكي فينا مشكل حقيقي. أنا كنت كنتمنى حقيقة أنني تولي رئاسة في هذه الفترة وقت صغيرة ولا وقت قصيرة للأسف الشديد ولكن كانت من بين النقط اللي كنت أنا مهتمة بها ماشي على البرنامج ديالنا ولكن على حس وطني اللي فينا أننا ملي توصلنا مع الساكنة ومشينا التلالات لقينا العبث وبالتالي درجنا النقطة وكنت كنتمنى كل الشرائح الممثلة داخل المقاطعة أن تحضر الرأي ديالها ورأي حقيقي بدون مصالح خاصة حقيقي مصلحة عامة. نجي اليوم نقول اللجنة ما قريت وما درت هذا كله كلام زايد. كانت اللجنة مبرمجة ثلاثة مرات داخل المجلس وبقوة وكنبقى حتى السبعة العشية. مشكورين الإخوة اللي داروا المجهود ديالهم ولكن للأسف كيديروا حساب هادشي بحال حسابات لا غادي نديروا محسوبة هذا إذا باش نهبطوها ما غتهبطوهاش لينا حنا عطينا الرأي ديالنا الحقيقي ورأي ديالنا أمام الساكنة. أنتم رأيكم راه واضح حنا مع المصلحة العامة مع التيرانات السلطة مشكورة كدير خدمتها هادشي ماشي غير في عين الشهر خاصني يعني نعرف كلشي أنا دايرة مذكرات وكاينة مذكرة عاملية من خروقات اللي كاينة في الملاعب ما ننساوش هاد النقطة. كذلك هاد النقطة راه كدرج في جامعة الدار البيضاء وعلى صعيد مقاطعات جامعة الدار البيضاء وبصفة عامة والكل يعاني ماشي غير عين الشهر. إذا بالأحرى كانت عين الشهر مسبقة في إعطاء
الصوت الصوت هو السيد ديروا الجنان اجلوا دوزوا داكشي لانه ما عاد الديمقراطيه راه باين باش نبقاو حنا باش نخرجوا من داك الضيق لانه الساكنه ما كتسناش هاد السيد هاد الملاعب بغينا ولا كرهنا بغينا فاش بان كيدير ذلك بالمساوي بالايجابيه ديال هاد العمليه كلها وصل واحد المستوى في المحل الجوهر ديال الموضوع راه الاشكال في طريقه المعالجه الجو كيتشنج لان كتكون اتهامات مباشره باشياء اللي هي اصلا غير موجوده هذا هو المشكل راه ما عندناش مشكل في الجوهر ان الملاعب برمتها في مدينه الدار البيضاء او المرافق بصفه عامه عفاك تذكرينا بالمقابلة اللي كانت